ورجعنا لحضراتكم ونبدأ من عند النادي الأهلي كعادتنا. وأحدث الأخبار النهاردة، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقبل النهاردة ظهر اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة عيسى الحدامي رئيس مجلس إدارة نادي الشرق الرياضي، والذي نقل له تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشرق، وهو حرص، وطبعا الكابتن محمود الخطيب حرص أيضا على مبادلة التحية متمنيا لهم دوام التوفيق والمزيد من النجاحات. وتناول اللقاء طبعا بحث التعاون بين النادي الأهلي وعلى كافة الأصعدة وتعزيز التعاون المستقبلي والاستفادة من خبرات الأهلي ونجاحاته القارية والعالمية، وأيضا في ضوء التميز الرياضي الكبير الذي يشهده إمارة الشارقة، حيث يخوض فريق الكرة بالشارقة مباراة كأس السوبر الإماراتي 21-22 أمام العين يوم السبت المقبل باستاد المكتوم بنادي النصر بدبي. وطبعا خلال اللقاء تم توجيه الدعوة للكابتن محمود الخطيب لزيارة إمارة الشارقة لاستكمال حديث العديد من الموضوعات المهمة والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين الطرفين والاتفاق على خطط العمل المستقبلية كمان. وقام رئيس النادي الأهلي في النهاية بالإهداء الحازمي درع وعلم وقميص النادي الأهلي في نهاية الزيارة والتقاط الصور التذكارية معه. طبعا كعادة النادي الأهلي يعني هو جاذب للعلاقات المتبادلة بين الجميع، والكابتن محمود الخطيب بشخصيته وكاريزمته الخاصة طبعا دايما ما بيكون ليه أسلوبه في التعامل مع محبيه.